مساء الخير عليكم، معكم دكتور احمد اشرف، اخصائي الجلديه والليزر في عيادات يس كلينك. الميزوثيرابي بقت كلمه بنسمعها خلال اخر سنتين او ثلاث سنين كتير جدا من الدكاتره في التلفزيونات، من الكلاينتس، ايفن حتى في الشارع. وبقينا نتسال في العيادات اسئله كتيره من الكلاينتس، طب يا دكتور ايه النوع اللي انت هتستعمله من الميزوثيرابي؟ ايه النوع اللي انت هتحقنه؟ يا ترى هتعمله بالديرما رولر ولا بالديرما بين ولا هتحقنه دايركت؟ طب البراند ده صناعته ايه؟ كل الحاجات دي احنا النهارده عاملين الفيديو ده عشان نجاوب عليها. النهارده هنتكلم عن كاتيجوري جديد من الميزوثيرابي لشركه ابريلاين السويسريه، وهو الايدج لاين ميزوثيرابي او ما يعرف باسم الميزو بوتوكس. الايدج لاين بالاضافه لانه ميزوثيرابي بيحتوي على الهيالورونيك اسيد ومجموعه من الفيتامينز زي فيتامين اي وفيتامين سي وفيتامين بي 2 وفيتامين بي 7 اللي وظيفتها نضاره وتفتيح البشره. كمان بيحتوي على مجموعه من البولي بيبتايدز اللي وظيفتها ان هي بتقلل من الاشارات العصبيه المغذيه لعضلات الوجه واللي مسؤولة عن حدوث الانقباضات، وبالتالي هي المسؤولة عن ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة في البشرة. الايدج لاين بيقدر ان هو يقلل لي من التجاعيد والخطوط الرفيعة اللي موجودة في البشرة عن طريق ان هو بيقلل من الاشارات العصبية اللي رايحة للعضلات المسؤولة عن الانقباضات دي. تاني ميزة مهمة جدا معانا في الايدج لاين ان انا بقدر اشتغل بيه على المنطقة اللي حوالين العين، وتحديدا منطقة التجاعيد تحت الجفن السفلي، ودي المنطقة اللي احنا بنخاف نحقن فيها البوتوكس عشان ما يحصلش تهدل في الجفن السفلي، لكن الايدج لاين امن جدا في المنطقة دي. احنا معانا مريم بتشتكي من شوية خطوط رفيعة موجودة تحت الجفن السفلي وحوالين عينيها، وكمان في خطوط رفيعة في منطقة الجبهة، ومريم هي مش عايزة تحقن بوتوكس، وده كاتيجوري الناس اللي احنا بنرجح ليهم الميزو بوتوكس اللي هم البنات الصغيرة اللي لسه مش حابة تبدأ في حقن البوتوكس. فاحنا هنحقن الايدج لاين لان هو البيست بالنسبة لحالة زي مريم في الخطوط الرفيعة اللي تحت العين واللي في منطقة الجبهة. Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. وده كان اول برودكت من الميزوثيرابي السويسري لشركه ابريلاين، وهو الايدج لاين او ما يعرف باسم الميزو بوتوكس. استنونا فيديوهات تانية عن بقيه لاين الميزوثيرابي السويسري، ولو في اي اسئله او استفسارات مستنيينها على البيج. شكرا.